regrette rien, ni le bien. مين؟ مين؟ أنا آدم يا ماما. آدم؟ أيوه. إزيك يا ماما؟ إزيك يا آدم؟ إيه اللي جابك؟ ليه ما قلتليش؟ مين اللي قالك؟ إيه؟ كمان مش عايزين أعرف؟ يعني كنت هتعمل إيه يعني حتى لو عرفت؟ هو انت قاعدة هنا لوحدك؟ قاعدة بقى لوحدي، مش قاعدة لوحدي، مش حكاية يعني. هو انت آخر مرة جيت لي البيت ده فاكر امتى؟ طبعا مش فاكر. فاكر آخر مرة انت شفتني فيها امتى؟ مش فاكر. يوم ما طردتني. انا ما طردتكيش يا ماما. لا طردتني، طردتني وقفت قدام الباب وما دخلتنيش بيتك وفرجت عليا اللي يسوى ولا ما يسواش. يا امي مش انت اللي دايما كنت تقولي لي ان ما يصحش ان حد يزور حد من غير ما ياخد ميعاد؟ انا مش حد، انا امك. طيب وانا انسان قبل ما اكون ابنك، يعني من حقي ان يكون ليا حياتي الشخصيه اللي ولا حد يخترقها في اي وقت كده. انا مش عايز اخترق حياتك، انا دورت عليك لاني كنت خايف عليك وقلقانه. غلط؟ لا مش غلط، بس انا مش جاي اتكلم في كده. امال جاي تتكلم في ايه؟ انت فاكر انت عشت معايا في البيت ده قد ايه؟ ما هنش عليك تستضيفني في بيتك 5 دقايق؟ كان كتير عليك يا ماما. مش حكايه 5 دقايق، انا محتاجه احس ان البيت ده بيتي. ما هو بيتك وانا جاي اخده منك. بقولك ما كنتش عارفه عنوانك، خفت عليك، دورت عليك، ايه المشكله؟ ما فيش مشكله، ممكن ننسى الموضوع ده وتطمنيني عليكي لو سمحتي. بجد مالكيش حق، مالكيش حق تخبي عليا كده الموضوع بتاع الحادثة ده. انت كمان غيرت مكانك وغيرت عنوانك تاني ومبقتش عارفاه، وعلى فكرة انا مش عايزة اعرفه. حاولت اكلمك في التليفون، حاولت ابعتلك مسجات، وشفت المسجات وسمعتها وما ردتش عليا. والله العظيم ما شفت حاجة ولا سمعت اي حاجة. لا سمعت وشفت وما ردتش. ماما معلش بس ده ابتزاز عاطفي. ايه الكلام المجعلص اللي انت بتقوله لي ده؟ ايه ابتزاز عاطفي ده؟ ايه؟ هو انا غلطت يعني ان انا كنت محتاجالك ودورت عليك؟ لا ما غلطتيش، بس الطريقه دي ملهاش غير اسم واحد، ابتزاز عاطفي. بكره تكبر وتتجوز وتخلف وتحتاج لاولادك، ولما يقولوا لك كلمه زي دي شوف انت هتتوجع قد